الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً أبرزهم السودان وإثيوبيا. الرئيس السيسي يصدر قانوناً جديداً بالترخيص لثلاثة وزراء بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وزارة الصحة نظام مميكل لتوزيع مرضى قوائم الانتظار على المستشفيات إلكترونياً. جهاز حماية المستهلك ينفذ 109 حملات متنوعة في 17 محافظة ويضبط 587 مخالفة. محافظة القاهرة تفعل 42 خدمة إلكترونية في حي مصر الجديدة. وزارة الداخلية تضبط 1197 سائقا لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة. أسعار الذهب في مصر تتراجع 93 جنيهاً خلال 49 يوماً. النادي الأهلي يواجه نادي مصر الليلة لاستعادة الانتصارات بعد حسم الدوري. هيئة الأرصاد الجوية غداً طقس معتدل على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 32 درجة.